ومهم جدا بالنسبه للشعر الثوم، تحطيه بشويه ثوم، ده بيقتل ما كل بقدرش استخدمه. ممكن احط عشان الروايح بقى. لا استخدميه صعب واستحمي وثلاث ايام ما تطلعيش من انا البيت. بكره يعني حتى الثوم في الاكل بكره ريحته، ما بقدرش حتى اكل ده. مش اكل دودو ده، على شعرك عشان بس يبقى شعرك حلو. يعني لا ممكن مثلا بحط زيت النعناع برضو. زيت. نفس الحاجه اللي بيعملها الثوم، ان هو بيفتح المسامات وبيخلي ممكن. البصيله تبقى قويه. اي زيت نوع النعناع زيت؟ ده لا، هو ده زيت خطير جدا، غلط جدا ان احنا نستخدمه بكميه كبيره، لانه بيعمل سقعه في الجسم مش طبيعيه، فممكن يبقى مضر، فما ينفعش اي حد يستخدمه. يعني حتى في الشاور ما ينفعش ان انت تحطي كميه، لازم تحطي بس نقطتين. وزيت الزيتون، عارفه زيت الزيتون، انتوا بلد زيت حلو الزيتون وبلد الزيتون، يعني في الاكل والشرب كل حاجه بتستخدمه. وبالشعر عشان بيغذي الجذور بتاعت الشعر. لو اي حد عنده قشره بالشعر، زيت الزيتون استعمال واحد او اتنين هيشيل القشره. انسي بقى كل الشامبوهات اللي بتقول معالجه القشره وضد القشره وكده، زيت الزيتون الطبيعي ده اجمد حاجه تعمليها. ده موجود في لبنان يعني بشكل خطير، بس انا اول مره اعرف ان زيت الزيتون بيشيل القشره الصغيره. تحطيه دي تنقعي كده معلومه. زي الماكس تلت ساعه 25 دقيقه وبعد كده تشيليه، تروحي يعني القشره هتروح على طول. طب قولي انتي بتصنعي ايه تحت عينيكي؟ ما تحبي مثلا تعملي تحت العينين؟ كمادات او حاجه؟ الخيار اهم حاجه بالدنيا للوش. الخيار تنقعي بقى تقصيها كده سيركلز، حطيها على وشك. وتحطيها على وشك. طب المانجا بتحبي تاكليها او بتحبي تشربيها عصير؟ انا بموت في المانجا. احنا جايبين كل لك ما كل اللي انت باجي حابه مصر فيه. بقعد اشرب مانجا طول الوقت من غير المانجا في تلج، مصر بس حلوه قوي. مانجا معسول كده تخافيش ومن تتخني. غير سكر، ما تضيفوش السكر عشان المانجا اصلا حلو، فيها فلما تضيفوا سكريات. السكر مش هتكسبوا غذاء، هتفقدوا، هتكسبوا كوليسترول. ده حقيقي. السكر ده هو السم الابيض زي ما بيقولوا. يعني المكسرات، تاكلي مكسرات كتير؟ بس عندي حساسيه على اللوز، مش هاكل حقيقي. لوز. انا هاكل لوز. انا بحب اللوز ممكن جدا. ممكن تحللوا لو عندكم اي نوع حساسيه على اي مكونات من الاكل. انا مثلا طلع عندي حساسيه على اللوز، اول ما باكل لوز بعدين بتنفخ كده. اوكي. وايه تاني عندك مثلا ما بتاكلش؟ عندي شويه على الخيار ده ما باكلوش، عايزه اقول لكم بستخدمه ان هي ليش؟ كمان ما بتاكلش مثلا اي الشريمبس. معجنات، كمان معجنات ما العجين بتاكلش، ده اي عيش كيك ما فيش الكلام ده خالص، ممنوع. ده بيتخن الا العيش البلدي المصري. بحب العيش البلدي جدا.